بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الرابع في متعلقات الفعل. والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، والغرض الإشعار بالتلفظ بواحد من صاحبيه فاتسي، غير قاصر كقاصر يعاد مهما يكون مقصود نسبة فقد. ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فاصلة تفهيم من بعد إيهام من بعد إيهام والاختصار، كبلغ المراع بالأذكار. وجاء للتخصيص قبل الفعل تهم من تبرك وفصل، وحكم لمعمولاته بما ذكر، والسر في الترتيب فيها مشتهر. الباب الرابع بابك أفراد في متعلقات الفعل. في متعلقات الفعل فعلك وحيابه كحرمي أيك أساب سيحي وحن كسه جني فنون تيسد حضا هيد بلاغة فنك معانك فنك أهرية أيها هناك هذا لي سديد الرموت سديد الرموت سد حكم إذا ينك صبحني السناد يا مسند إليه يا مسند وشل نودن بيجي كي أفراد يوهلك كب الله بيا متعلقات الفعل فعلك وحيابه كحرمي متعلقات اسم فاعل لقديه وفعلك معمولاتك كحرمي هي متعلقات فعلك وحيابه لقحرمي هم اسم مفعول لقديه وعنا ونعكسن اسم فاعل لقديه أرتا تعلق على وضع نبوك أي مادة ويسكو حريهين وفعلك معمولاتك يسكو حريه معمولاتك نفعلك يكو حريه لكن سيدة دب الله بشي مركا اللي يسكو حريه كان ضعيف كان الله حرايه كان حوق بضنا لغو حراه وكان حوق بضنا وكان لغو حرميه فعلك يا معمولك دي معمول فعلك حوق بضنا سيقع عمل فليه معمولاتك وضعفة من هدى ضعفيهين معمولاتك أيها تعلق يا إن اللي يرادو اسم فاعل لقديقة يا في عن واللي يرادو متعلقات الفعل فعلك وحيابه كحرمي زلا يا ونكسن وحيابها فعلك متعلقات كيس معمولاتك وجيدة فعلك وحيابه كعمل فلي معمولاتك صو فاعلك اللي بحيي ويا فاعلك مسند إليه وكم يضحى سو مسند إليه وكهد لي فاعلك يمبتدها يا هاين مرك فاعلك ما هي متعلقاتك خلي معمولاتك خلو دون يينو كهذا معمولاتك خلي أحكامت إليه أنت بضن وحلو إذا كان أحكامتي أن قصوا مري مسندك يا مسند إليه أحكامتي أن قصوا مري أنت بضن لو إذا كان سجارة هاند معمولاتك وشيء جيا وحوا خواص بإليه خواص تاسر بائن وشيء هو عوسه المريء مفعول به مفعول به أحكامتي سوشيك دونا سبب كوحوية معمولات كان مفعول به مياه وأسلسا مارك فاعل كاللغاتك خلاف باجرة راجع حماية مفعول به وما أسلسا مصدر كاو أسلسا مفعول مطلقة سببتو أفاعل كوحو سميي ومصدر كا مفعول كأساق ما سميني ظرف كموسى سميني مفعول أجله ما سميني دي وحو سميي ومفعول المطلقة وروح مركو يرادو ضربتو زيدا قفك ضربته ضربك قفك وحو سميه وضربك وقراعة قراعة مفعول مفعول مطلقة كاسا أصلا سيد راجحة مفعول به وحيابها أن كان لنا كذلك مادان وياي قال وحي ليه مفعول به أيه أسلسا ويو مفعول المطلقة شيء قد يسفى إذا بضنكم مجرته فعل قابل لقفامي بندي لقفامي إلا شيء قد بضنكم مجرته قال سيد لي لكن سيد الراجحة مفعول به أي واصل سن أو حنوجي مفعول مطلق أو واصل سن مفعول به كمركع سجارة هندوح وشيعي لبا أرهموت مرويان مفعول به كحرنا أنشها فاعل كوكحرية فربضن وفاعل كمفعول به أنت بضن واسد بالسعودان ثانيا استعمال كنا سجع كوبضن دوران كاستعمال كمفعول به كوبضن ومفعيشة كله سدا مف فربضنا سدا يوسوهر مريي ويهي باب كان وحكاها هذا ليا مصنف كمعمولات كسد حرمه سد حرمه ضوحة ويه معمولاتك إلا حذفه يا إلا شيء
iyo in la hormariyo saddexda arimood weyn macmuulaadkan in la xadfo in la sheego iyo in la hormariyo marka la hormarinayo ficiliga in laga hormariyo oo mafcuul bihiga iyo darafki iyo jaar majruur iyo waxaan in ficiliga laga hormariyo iyo ma ahe ayaga in la kala hormariyo ficiliga ugu horeeya oo sidii asalka ahayd weeye laakiin macmuulaadka waxay ahayd qaabki loo tartiibin lahaa inta la daba maro qaab kale in loogu keeno tartiibtan waa sheegi doonaa insha allahu tacaala والفعل فعلي مع مفعوله مفعول كي سمعي حالوي هاي كالفعل فعلي أي لمد هاي مع فاعله فاعل كي معي حالوي هاي فيما شيء يضمبون كلمد هاي اجتمع فاعلك أكل مي معه فعلك أولا كل مي له لأجله غرض كادرتين ولا كل مي والغرض أجيدنا على شعار أغيسين وي بالتلبس قد قال ليس أغيسي بواحد مثل مثل قد قال واحد كو من صاحبيه فعل قال بديه صاحب كمذا فأتسي كديون يومي يعني وحول أي هاي فعل مفعول كإن لا راعيه غرض كإيادان تلقل أي هاي وحي شبيه يويكت هاي فعل فاعل كيس إن لا راعيه غرض كي لو راعيني غرض كي لو راعيني فعل فاعل كيس إيادان تي لو راعيني waxay iyo danta mafcuulka loo raacinaya way isu eegihiin xagee iska la eegihiin xagee isaga eegihiin mutlaqu talabbus mutlaqu taalluq waxnaanshaha ay ku xiran yihiin ficiliga wajhu taalluqa waa ku kala bedelan yihiin ama wajhu talabbuska waa ku kala bedelan yihiin oo wajhu talabbuska ficiliga faacilka mulaabasada uu ku sameynaya waa alwuquu minhu aw qaama bihi ficiliga faacilku ka dhacay أو فاعلك يا سميي أما فاعلك كوكو ما يفعلك أما مفعولك الوقوع عليه وي كد العيد وكد العاية وي تلبس كيسة أنت سيبك اللي بدنيه لكن مطلق تلبس إيو قفك متكلم كإنو فائديه فعلك عدة سميسي يا عدة اللي سمي إنو فائديه غرض كأي الله كيرا والفعل فعلي مع فعلك مطلقا يعني واحد ما يا والفعل فعل متعدي وجيده فعل مفعول كقادر اي متعدي مع مفعوله مفعول كسحال ولا صعده كالفعل فعل اي لمد يا مطلق فعل متعدي لازم تكون دورابه هنقضي الا فعل مر ولبا لازم متعدي تكون دورابه هنقضي فاعل بو قادنيا هو بعد فعل فاعل لازم والفعل فعل متعدي مع مفعوله مفعول كسحال ولا صعده كالفعل فعل اي لمد يا مطلقا فعل متعدي لازم تكون دورابه هنقضي مع فاعله فاعلك من حال يهي فيما شيبون كلمد يهي فيما غرض يضنب كلمد يهي اجتمع فاعلك أكل مي معه فعلك معي ولا كل مي له لذلك الغرض دنت عدرت هذا ولا كل مي مطلق الغرض واي فيما له ماذا وموصولا وحين كل غرض يضنت اجتمع الجملة ذا الوصلين فاعلك وحو نقنيا فعلك ماذا نقول له علم كان هذه الدونه فعلك هذه له عليه صلة جرد على غير صاحبها ولم يبند لأجل لأمن اللبس فعلك هذا ماذا إن له عليا وادعيه ويدعيه ما يفعلك فاعلك إن له عليا ندعي كرت مر والبروة صلة جرد على غير على غير من هي له اجتمع فاعلك وضمير مستتر وفعلك ونقنيا معه ما فاعلك ونقول يوم جيش تبع فاعلك وعلي معه ضمير كان فعلك وعلي له ذن ماذا وعلي ورابط كيه أنكو عليه فيما ماذا وموصولا وعين كنت دعي غرض يدنته فعلك فاعلك أما مفعولك وحرية غرض كاسو كن عيا ماذا وموصولا سريع عيدة وبهانتاي اجتمع فعلك ماضي فاعلك سوى ضمير مستتر وفعلك ونقوني مع ظرف كاسي اجتمع كتعلقي ضمير كان لو إضافيين في فعل فاعل كدعي له جرى مجرور كاسي كتعلق يا اجتمع ضمير كان ماذا أي كدعي وغرض كيا معناه وحن غنيا والفعل مع مفعوله كالفعل بلمده مع فاعله فيما دن يا غرض بكلمده اجتمع فعلك أولا كل مي معه فاعلك معي ولا كل مي له لذلك الغرض دنت أدرت إذا ولا كل مي
والغرض دنتو بحيت مرك الإشعار أوجيسين بالتلبس جودجال ليس أوجيسيو بواحد نمد إن لجودجالي واحد كأمين صاحبيه فعل قال بدي يس صاحبه فعل كم فعل كم فأتسي خد يوني هني فأتسي واسك فأتسي واسك تمام البيت يعني علماء البلاغة خد يو سلاسي أي حكومينه وغير قاصرين كقاصرين يعد مهما يكون مقصود نسبة فقد وغير قاصرين فعل عن قاصرهن يعد والله تريا كقاصرين قاصر أو كلا يالغو تريني مهما يكون مركو نقضاء المقصود جددا نسبة النسبة فقد أوكليه هل قوي حكا هذا ليه فعل قاصر إذا مركا لغو هذا ليه غرض كفعل الله كينا وأفر أهرموت بدون فعل كلي إلا إسو الشيء قال الدونية وغرض ما يفعل جاي فاعل كيس فعل جاي عدة سمايس إلا إسوس شجال للدنيا وغرض الربار ما يفعل جاي عدة سمايس عدة وكد اللعي إلا إسوس شجال للدنيا وغرض سدحات ما يفعل جاي عدة وكد اللعي كني إلا شجال للدنيا أفرت غرض يا لوكيرا هذا ما فعل جاي كلي أهدي للدنيا إلا جورهمو فاعل كيس مي دل جمالي مفعول كوكد اللعي دل جمالي معمولات كلا دل جمالي وحدا اللي قال لي هي كلية فعل إن الأسو شيء فعل كلية إن الأسو شيء ومركل الدنيا فعل عام آيات كيني فعل معنيه سا عامة كون عام اللي يرى هذا آيات كيني سيدا وقع يا ثبات يا حصل يا يعني فعل واحد وكسر وبي كروى آيات كيني فعل إن أتكور أنتو أدوني مصدر كيس فاعل خدي بس مطلق الفعل بكون فائدين يا مركا حنو غنيا وعرفت قراء إن أتكور أنتو عدي وقراعة سميسة عدة وخد الله عمدنا من ربتي دينات شاكتو وقع الضرب منه وقع وفعل عامة ضرب مصدر كيدي والضرب انا فاعله غريب وقع الضرب دقال يا قراعة يا داعي ثبت الضرب حصل الضرب يعني فعل عام كي فاعله غريب وهدين لدونه يفعل الكل اللي غوره فعل يفاعل كي سكلي ان الاسو شاكا لدونه مفعول كان الدن لقمره مرة دي فعلي وطن وكهض اليوم صنف فعلي يا فاعلك كلي اللي اسمه نسبية كلي هدي لدونه يو مفعول كنا أنتن لقاله هين هي فعلي فاعلك سراعي مفعولنا دن لقمله مفعول كنا فعلي واحد ولا يعني مفعولك واحد فيا هي ما مفعولك يضم بالقمله هو فعلي قاصر عما يا ذر رغبي وغير قاصر كقاصر يعد فعلي وحسن مفعول بقادر يني يا ذر وحلقة يا مفعلي الله ما مفعول إنه قادين شري أما هل مفعول قادين شري مفعيش سيورن ده كبليه وأثنى مصنف وكهذلي أو حضلي يا ضرب الزيد زيد قرع قرع بيسميه زيد قرع بيسميه يو قرع ده كبليه وعكمل ده قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الذين قردي يعلمون علم قالها يعلمون مفعول كده أو شيء شيء هبل بيه قانن ده اللي قمره قفك وحد ضانة بهي قانن قفك وحا ويقان قفك جاهل كا وحاسي اساك كشرف بدن وحاسي و خو دوره هنقض ولو سنعاد كبا بالشنا الله هنقض كبا بالش قفك يقان قفك انا قوني وا كسريا و كبا بالش وكا كسريا يعني قفك علمي لا علمي نوع دوره هنقض قفك جاهل كا وكسريا ما نسنوي هل يستوي الذين يعلمون قلد علمي قاله مية سمين يهدي والذين الله يعلمون قراء علم لهين فعل جاي فعلك إن سطير يكلي على الدنيا دنكر الله مالك واجي مرنا فعل جاي مفعول ككلي على الدنيا اللي سطير فعلك هذا اللي قاله فعل جاي مجهول مركا مفعول بيجا أنا نائب الفاعل وغيره ضرب ضرب زيد ولا زيد والله قرعي والنفخ في الصور صور كي الله أفوفي إذا أفوفت مركا إن لا شيء قد اللي قاله واجي مرنا فعل جاي فاعل كي مفعول كدل جو ذليه كل إسراع مركا ضرب زيد وق عمره زيد عمره يو قراعي يعني أفر تاقيب يا فعل الله كينا أفر تاقيب لو قيب أيو كهذا ليا مصنفك فعل جاي فاعل كي كلمة إن لسطير يلدون يو مفعول كنا أن دل جلهن وغير قاصرين كقاصرين يعد يو مسألة وصو وضوء فعل جاي مفعول كيس مركا دل جليه دن مركا اللي قليه هل حثوا ما هلا شيقه وكا وغير قاصر فعل عن قاصر هين قاصر ده فعل عن مفعول كقادرين وي
وغير قاصر فعل عن قاصر اهين متعديه يعد ولا تريني كقاصر سدا قاصر وكلا يا لو تريني مهما مركا يكون يهي المقصود اجيدده نسبة فعل يا فاعل اللي يسكن نسبة فقط وكليه فعل يا فاعل اللي يسكن نسبة وكليه يا لدون يا دنكر الله بارك. ويحذف المفعول لتعميم وهجرة فاصلة تفهيم من بعد إبهام من بعد إبهام والاختصار كبلغ المرع بالأذكار. ويحذف والحذف المفعول مفعول يا الحذف للتعميم عام لما درت هذا يا لو حذف وهجرة حمي وحني هي درت هذا ولو حذف حميس وفاصلة وروية فاصلة فاصلة روية درت أي اللوحة في وتفهيم إسفهانسين أي اللوحة في من بعد إبهام مركز القرية كذب إلا إسفهانسيو والاختصار هذا القابس أي اللوحة في وذلك كبلغ وقاري المولع كي لما منيسي بالأذكار أذكار لقم منيسي وقاري يعني وحول أيها مفعولك محل اللوحة في معمولاتك كلو صوضة مفعولك أغراض اللوحة فمعيتها هورتا قاعدة دي أن رجل سو مرني ولقاها حلمام ومعيتها كل لفظ يدل على معنى كل لفظ يدل على معنى في الكلام خليق طبعا بالذكر لتأدية المعنى المراد به كل لفظ لفظ كسنا لفظ يدل على معنى في الكلام كلام كنحدي سمعنا كاتو سنيو خليق طبعا بالذكر طبعا هان وحوية إن لا شيء كاسو أصل أوليائي لتأدية معنى المراد به معناها اللي وجه دسيه وقوته هذا ما مفعول كم دي هاي وحيابها أما ألفاظ دا كلام كنحدي سمعناها كوقوته سني سيدا درت هنا أي تاي أصل إن لا شيء هذا ما إنا لا شيء جنو اللحد فو أغراض أما الدنقار أهانيت أياك أنت دانتا سوربا إنو تريو أفر أرموض أيو تريي اللوحد فو أفرت أرمي وحوه الرياء تعميم عامل ما هي اللو قصدية شيء قار أهاند إيا المكا لولا جيدي عموم إلا فهمها للدونية والله يدعو إلى دار السلام والله ألي يدعو وأو يريا يو يريا مخلوق أوردن أما مكلفين تأوردن يو يريا إلى دار السلام مارك محل واحد في مفعول غالي تعميم عد قار أهاند إنا لقره دين هذا بي إلا شيء وعامل ما نالله شيء واللي يلي كراه ولي يرادو والله يدعو كل الناس هذه اللي يرادو دي عامل ماذا وفائدين لها لكن حذفك عمومك من عيسى اختصار ايا لسعودة هذا القابس يعني ما دام وحي اللي فهمي كرو ان هذا الكلاسي وضو دي اللعب ونغن اياه عبث ونغن اركا عبث كعرر كي درت هذا اختصار ايا هذا القابس عامل ماذا ينا لغفا ايدي سنة ايا اللوحة في ويحدف المفعول للتعميم هاللوحة في يهوجنا حميس اللي حميسني يعني شيء جدي سال النعية رأيت من كاتري وحبان كأركي عورتي ما تكون ده تي عورة أنا شكل جديد انتهي رأيت من كاسكدي وكأركي نيوني بفضلك إسك حذف للهجنة هي اللي حذف فيها ويا فاصلة هذا الك كلام كي لو ذي قبل نظم النثر مثل دورابة هالنقطة يا وحو كل ما نيا اللجوء ذي هالحرف مفعولك هدي الله شيءه روي جبا إسخرافي يعني هورس كلمة ده حرف كده آخر كده ما نيا يا إسخرافي سوسا إسخرافي المفعول كم إسك حذف ما ودعك ربك وما قال دي آية ده يا ألف ترى بان كده ما نيا هدي مفعول كله شيء وما قال كلا يرادون الروي جاء يا إسخرافي إسك حذف ويا فاصلة تفهيم من بعد إبهامي وحلو حذفي قدار اللي دون ياسف عن اللي هو فهنسيه مركه هو مفعول ولا حذفه مركه لا حذفه قفك السامعة وحاجه استشراف هنقل تاجي طلع وحلا صوت محيي مفعول كي معنى اللي جفه ما يو أيا لكينيا يعني مفعول كي صريح بيان لكيني هدي الله دونه الله كي وحلا جفه من كلا لكينيا مركه الله كي ياسف في عن وفهم يا مخاطب كي لا هدلي مثال ولو شاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله الله دون لا حضورية مفعولك ولا حذف ولو شاء الله هداية تكون بيهان لي مفعولك ولا إسك حذف معلو حذف يا جوابك اللو ده صوص عطايا مفعولك تلماما يا سفي عنا اللو ده يستل الدنيا لهذا الناس جميعا بعد إيه بهم اختصار هذا القول إسك قاب سنة ينا ولا حذف هو مثالية ويحذف ولا حذف المفعول مفعولك ولا حذف
للتعميم عامنما درت لطلب التعميم عامنما الرادين يدرت هذا له حذف وهجنة الحمال وحوية يدرت هذا أي له حذف وفاصلة والروية فاصلة فاصلة ذا روية إذا درت حرف كأي كل ماني درت أي له حذف وتفهيم إسفهام سين درت هذا أي له حذف من بعد إبهام مركي لقرية كذب الإسفهام سين أيوه والاختصار هذا القابس درتي سأي له حذف فيها وذلك كبلغ وقاري المولع كلما منيسي بالأذكار أذكار رقم منيسي أما بالأذكار بسبب الأذكار أذكار سبب كذا يكون قاري محو قاري الدرجات العلى درجوين كيساري مالك الدرجات العلى ما دام اللي اسكقرانا اختصار درتي سأي له حذف فيه وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم تبروك وفصل وجاء ويمد للتخصيص تخصيص درتي سؤوي بيد قبل الفعل فعل قهرتي تهمم وتهمم دنكيالة شدرت يذا أي ويمد وتبروك بركيس بيويمد وفصل فصل درتي أي ويمد يعني وعلي هاي مفعولك سند حرموض وغهض لي أما الله أحرموض لو وضع أحرموض ويكو مفعولك إلا حذفه لبو مفعولك إلا هرمريه ما يعني معمولاتك هرمرين تاسع لبا غيب أمرك معمولك اللفتي يسا عاملك يسا إلا هرمريه وفعلك يوحي كعمل فلي يبا إلا هرمريه ومعمولك لا يدن بيسيه يما هاي معمولاتك أيها إلا كلا هرمريه وسد حلاقي حذف كيبو كصوب حي ودور يا تقديم كينو كهدرو تقديم كالبا غيبا إن عاملك لغا هرمريو تاسو كهدنية مفعولك ويا هذا وحو كهدنية معمولاتك كلا والله ميده مفعولك وحالله هرمريا يو فعل جيسا بلغا هرمريا فعل كلينا دي لازم ما هي عامل كيسا فعل وشيغا يد فعل او أصل سنة عامل وحيبها عمل فلو مفعولك إن له هرمريو عامل كيسا لغا هرمريو أغراض يا أسباب باكينتا أسباب تاو حاوه هرريا إن اختصاص لدونيو خاص نمو وقعت لزيدا عرفته زيدا زيد أمبان عرفته قرتي يعني فعلك كعمل فليه مفعولك فعلك مصدر كيسة أيالا خصيصي مفعولك أنا لو خصيصي مصدر كفعلك عد كلم ماله مفعولك إسكاله معناها سفايديني وقعت زيدا عرفته عرفته مصدر كذا معرفة صمها معرفة هيدا زيدا يكون قابن تايوي إياك نعبد وإياك نستعين نعبده مصدر كده وعبادة وحو خاص كوية هاي إياك عدك لعبادة دي نوح كسين ميلو استعانة ده ونستعينه مصدر كده إياك أي خاص كوية هاي للتعميم وحنجوه للاختصاص اختصاص درتي أي اللوحة فيه وحاك اللوه الشيء قام يجي اللوه هرمرياه اللوه هرمرياه وحاك اللوه هرمرياه تهم تنقار أحاند إياه لقلي يهيو سقار أحاند أي شيء تانكيسة لو احترام يا درنا اللوغلي هي هاي كل شيء كان بيتني شاعر وتريي أو رسولك كي هذا عليه الصلاة والسلام محمدا أطعنا ودينه اتبعنا وأمره استمعنا محمدا اتبعنا محمد أيانا محمد أرعني محمد المحلوه هرمريه تهم محمد هذا دنقار أهانيد إيا لقلي إياه سقا سقار أهانيد أهمية الله سينا إياه إياه اللو جيدة تهم وإياه وعالله هرمريا تبارك بوليه بركيس إلا بركيسان إياه محمد اللي تبعته وإياه وعالله هرمريا فاصلي يعني فاصلة ذا إياه لإلالنا إياه مفعول كهدي لدن بيسيو فاصلة ذي بأس قرب مري فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدا هذا سادن لقليه عرفته كل ما نيسو هذه فريق أنت لدن بيسيو تفاصيل دي بقى إسقرب ماري وكا وجاء ويمد مفعولك للتخصيص تخصيص درتي سو ويمد قبل الفعل فعل قهرتي وتهم من دنك يا لشاء ويمد اهتمام وتبرك بركيس درتي أي ويمد وفصل فصل كلي أما درتي سو ويمد يعني فاصلة ضل إلى النيو تبرك يعني اللفظ كلي لا شيء إنه بركة يكون سوغانتها أرن قاسي أرن سهل ما يعني بركة وده وحقرين بيكون سوغانتها لكن اللفظ كلي ما
واحكم لمعمولاته بما ذكر وتركه وصر في الترتيب فيها مشتهر. واحكم حكمه لمعمولاته فعل معمولات كيسي وحضو حكمي سا لما وحي ذكر مفعولك الله شيغي والسر سرت إيا حكمته في الترتيب كلا ترتيب انت نحذي ذا كسوا مشتهر المدعى بحضي وي فيها ترتيب نحذي ذا يكون عام بحضي يعني وحنا إيا هاي معمولات كي فعل مفعول به كموية معمولات كي كلي او مفاعيشي افرت اهيد لا مفاعيشو شنبي اهيين مفعول به وكهض ليه افرتي كلي مفعول المطلق هي مفعول فيه هي مفعول لاجله هي مفعول معه جرى مجرور حاله تمييز ارمها النوع عاسه احكامته اليهن ومفعول به احكامته اليه تحويل بوسمي مفعول به احكامتيس هل لا شيء وهدي لي الى هذا سبب كي مفعول به لو شيغي هل احد فهدي لي الى هذا مفعول به سبب كي لو حذفي وكا ارنك لو كنت دريو اصل وحي اوليهن الا كلا ترتيبيو ترتيب كا يا سدا اي كلام كا ميد ولب بوس غوني اوليهي ارنكاسي سرت كوسوان مشتهر ولا يقانا كلا نحوذا لو سو برتو كو يعني سدا لو كلا ترتيبين اي بلاغه شقه كوما له وا شقه نحو ريورتا نحوذا سو برو واي مركا كدي او هيمو اي سدا اي اوجيدا وايهي سدا لو كلا ترتيبيا ولما خاصة المفاعيشة سيدا راجح مفعول المطلق أياه أصل سن مفعول به أنا وكحيقا ظرف كالبدي سيقيب أياه كحيقته ظرف الزمان يا ظرف المكان مفعول لأجله بها كحيقا مفعول معه أياه أضم بها سوى وابن أسكو خلاف سيئة وهي هي كد من المعمولات كي خالي سيدا سي أياه إن لوكا هدي إن لوضا شيء ولا دمع النوع إن لوكا لهرمريي أسل أوليهين خدري وحو سوقا تبيت قابك لو كلا هرمرينيو مفاعيلهم خمس فسدر بمطلق اما مفاعيلهم رتب فسدر بمطلق وثني به فيه له معه قد كمل تقول ضربت الضرب زيدا بصوته نهارا هنا تاذيبه وامرا النكل مفاعيلهم مفاعيل شوده رتب كلا ترتيبي اما خمس شوي فسدر وهرمري بمطلق مفعول مطلق وهرمري وثني كل به مفعول به كل به فيه راعي مفعول به وحكم إذا كان حرفه كجاري مفعول به توصل وقعت فعله مفعول به حرفه كجاري وثني به فيه فيه مفعول فيه كحجي وظرفك لما دي سيقب له مفعول له كحجي سيه مفعول من أجله معه أدم بيسي قد كمر وارد ماضي ومثالية كده تقول واحد لنا هي ضربت وان قراعي الضرب قراعه زيد زيد أيام كو قراعي بصوته أشي سان كو قراعي نهارا مال أيام قراعي هنا هل كان كو قراعي تأذيبه لأجل تأذيبه بان كو قراعي ومرأة مع امرأة روح معي أيام قراعي إنك لا عبصدي يعني ضربت الضربة ومفعول مع مفعول مطلق ضربت الضربة زيدا ومفعول به وتصبع لي أقاري بصوته نوا مفعول به وحرف كو قاري بصوته نهارا ومفعول مفعول فيه ظرف الزمان هنا ظرف المكان تأديبه مفعول لأجله وامرأة أنك المفعول معه يا قابق إن لوك الله هرمان يالا يقانا سلا يوجي ذا وحكم حكم لمعمولاته فعل معمولات كيسي وحض حكم سا بما وحي ذكر للمفعول به مفعول به وحي الله صور شيء وحكم والسر حكمة في الترتيب كلا ترتيب انت حكمة كسوغني مشتهر المدعى بحذي وي فيها ترتيب كان حديث أيك عام بحي والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.